دي المشكلة يا شباب، المفروض دي كنا نحطها جوه. ستوب. هنا جوه الاف طبعا، نقول له هنا مثلا اطبع لي الفاليو بتاعت الاوتبوت، يبقى الاوتبوت دوت فاليو. الاوتبوت ده اوبجكت من الـ الديكود ريزلت. تعالى نشوف كده. كل باتون طبعا لكود معين، كل باتون لكود معين. انا مثلا عايزه ايه؟ لو الكود ده مثلا بيساوي لو ضغط على مثلا، انا لو ضغط على الاون او الاوف ده الكود بتاعه اهو، انا عايز اقول له بقى لو الكود بتاعك ده بالرقم ده معناه ان هو ضغط على اون بس، اعمل لي حاجه معينه. اعمل حاجه زي دي ازاي؟ اقول له هنا، ادخل جوه هنا واقول له اف ستوب الاول، اف الاوت دوت فاليو ايكوال الرقم اللي باخده، الرقم ده ما ينطبعش، اللي هو المفروض 1 6 5 8 0 8 6 3. لو ده مثلا اطبع لي اقول له سيريال دوت برنت ال ان مثلا اون اوف. تعال نشوف كده. لسه initialization. تمام، بسم الله. تمام، نفس المشكلة، نسينا نحط الريسيوم. ستوب. أقول له هنا ريموت دوت ريسيوم. تمام، أول ما أضغط على ده ثواني أقول له إلس، عايزين نحط إلس كمان. أجي هنا أقول له إلس، برنت رقم الكود بقى نفسه، أقول له هنا أوت دوت فاليو. والريسيوم ده بقى ايه، سواء دخل في الاف او دخل في الالس يعملها في الاخر. ران. ضغط، وليكن لو ضغط عند اي رقم اهو. طب لو ضغط في الاون او الاوف اهي يذبح براحتي بقى. ممكن اقول له ايه لو ضغطت على الواحد مثلا، بدل ما انا بقول برنت حاجه معينه، اول واحد اول مره مثلا عشان ايه عايز ابرمج الواحد، اضغط على الواحد اشوف الكود بتاعه كام، واقول له هنا اف لو الاوت بوت فاليو ايكوال الكود بتاع الواحد ده مثلا، شغل لي الليد دي او طلع لي اوت بوت على اي بن زي ما انا عايز بقى، واشتغل زي ما انا عايز. لو ضغط على 2 وعد وبرمج نفس النظام اللي انا برمجت بيه الاون والاوف. يعني مثلا ولكن على سبيل المثال انا عايز ابرمج الواحد ده، اضغط على الواحد ده لقيت الكود ده بتاع الواحد اهو، اقول له هنا else stop else
هيرث واخد ده كده في حالة الفاليو دي بقى بتكون 1 6 5 8 2 9 0 3. في حالة اللي هي ايكوال الرقم ده مثلا اقول له بقى براحتي بقى، ممكن احط ليد هنا والليد دي احط ليد هنا والليد ده اخليها اون او اوف براحتي بقى زي ما انا عايز. او اقول له مثلا ابسط حاجة برنت مثلا واحد وهكذا بقى. ممكن من الريموت بقى تكريت كل اللي انت عايزه بقى، يعني تبرمج عدد معين من الزراير زي ما انت عايز من الباتنز دي. لو ضغطت هنا قال لي اون او اوف، لو ضغطت على الواحد هيقول لك واحد، اما لو ضغطت على اي رقم تاني هيطلع لك الكود بتاعه كده. تمام يا شباب، ممكن بقى تشتغلوا بالانفراريد ريموت ده اي حاجه بقى، اي فكره انت عايز تعملها ما فيهاش اي مشكله بالنسبه لك. انت هتحط الانفراريد سنسور على البريد بورد وتستخدم اي ريموت ما فيهاش اي مشكله خالص بالنسبه لك. شكرا يا شباب.